يمكن التعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق روبلوكس المساحة غير كافية. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق روبلوكس. سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم روبلوكس.